انا هتكلم في حاجه الناس بتخاف تتكلم فيها وهي عندنا احنا في العرب، حته الفصل ما بين السياسه والرياضه ما تقدرش تفصلها. الان الفصل بين السياسه والرياضه هي كذبه اخترعها الغرب والفيفا وصدقناها احنا. امتى الغرب يستخدم السياسه في الرياضه وامتى يقول لا مفيش سياسه في الرياضه؟ اوكرانيا، حرب روسيا على اوكرانيا تم تاسيس الرياضه، كان تاسيس رياضه. فما بالك بقى الاتحاد الاوروبي بيطالب الفيفا بمعاقبه بيلاروسيا عشان بتساند روسيا في الحرب على اوكرانيا. تعرف بيلاروسيا في مجموعتها في تصفيات 2024 في اليورو مين معاها؟ الكيان الصهيوني، ازدواجيه معايير. فانت تقول لي اه ما دخلش سياسه في الرياضه، لا انا اقول لك ان الان محدش يقدر يفصل ما بين السياسه والرياضه. المباراه دي سياسيه وليست رياضيه. الاستوديو بتاعنا ده لازم يروح الجزيره الاخباريه. انا واحد قال لي لازم مكانك فيصل القاسم. طبعا فلا ما تقدرش. طبعا ايه بتفنشني ولا ايه؟ لا لا فما تقدرش تفصل، استحاله تفصل. النهارده الطبع السياسي موجود غصب عنك. فانا بتكلم دلوقتي احنا كالمنطقه العربيه ما تقدرش تفصل يا محمد. صعب قوي. وحتى في الجانب الايراني، المنتخب الايراني، سيبك من الامريكان، ممكن الجانب السياسي ما يهمهمش، لا الجانب الايراني لا، ايران بالنسبه لها امريكا شيطان.